السلام على أشرف المرسلين المجلس الفريق نائب رئيس التجمع المهني خير للجيل يوم السبت 4 جنبير عقد الاجتماع بمقر جماعة فاس برئاسة السيد القاضي رئيس جماعة فاس وكذلك تميز بحضور السيد جوزيدي النائب الرئيس الخامس وكذا السيد ربيع السال رئيس مقاطعة جنرال. هذا الاجتماع كان الهدف منه هو دراسة مشاكل التي يعاني منها سوق الجلد وطبعا تميز بحضور مجموعة من الممثلين ديال المضافر وكذا مجموعة من الممثلين ديال الهيئات التمثيلية للقطاع. كان الهدف من هذا اللقاء هو ترسيخ السياسة التقاربية التشاركية التي اعتمد عليها المجلس وفي هذا الإطار يعني أكد سعادة الرئيس بأن اليوم الهدف من هذا اللقاء هو أن يعني ندرسوا المشاكل ديال هذا السوق باش يكون في مستوى التطلعات ديال المهنيين وكذلك باش يكون يوفر واحد الظروف ديال الشغل لعائلة الأسر اللي كتشتغل فيه يعني في أحسن الظروف. وفي هذا الإطار ديال النقاش اللي كان نقاش يعني واحد مستوى رفيع اللي أكدوا عليه المهنيين الخيرات ديالهم في إطار أن إرجاع يعني هذا السوق يعني المعايير ديالو وأنهم مستعدين أنهم يساهموا في هذه السياسة يعني التقاربية التشاركية. تم يعني تشكيل واحد اللجنة اللي غادي يكون مساهمين فيها المهنيين باش يدرسوا هذه المشاكل باش يكون هذا السوق سوق نموذجي اللي يقدر يكون في مستوى التطلعات ديال المهنيين ولا ديال الناس اللي كتشتغل فيه. وطبعا هذه كانت فرصه باش التجمع المهني الجهوي للجيل باش قدم الاستراتيجيه العامه ديالو للسيد رئيس الجماعه واللي كتشكل يعني بالاساس يعني واحد النظره يعني مستقبليه للمضافر. وفي هذا الاطار حنا كنا درنا واحد الدراسه يعني تشخيصيه للمضافر وشفنا بان عنده واحد المشاكل ديال يعني ديال المعايير وشفنا جبنا دي فيلو دي شوت كيخدموا معاهم دابا على يعني لي نورم باش يقدروا يكون المنتوج ديالهم يعني صالح يعني للصغير ويكون في معايير دوليه. واليوم كما كتشوفوا حنا يعني كنتواجدوا في احدى المضافر اللي بدات تشتغل على هذا يعني السيرتيفيكا ال دبليو جي 14100 وكاين مجموعه ديال المضارب واحده اخرى اللي هي بصدد انها تشتغل على هذا الاطار هذا. وطبعا حنا قدمنا هذا التصور العام ديالنا بالنسبه للسيمجيس مجلس الجماعه وكدنا الخيرات ديالو الخوي وانه كيدعمنا. وفي هذا الاطار يعني عطانا واحد المعلومه حصريه هو انه بشرنا يعني بانجاز واحد المجزره جماعيه معايير الجماعه وكدنا الخيرات ديالو الخوي وانه كيدعمنا. وفي هذا الاطار يعني عطانا واحد المعلومه حصريه هو انه بشرنا يعني بانجاز واحد المجزره جماعيه معايير حديثه اللي غادي تتناشى مع المتطلبات والمعايير اللي كيقلبوا عليها هاد المضافر. طبعا كانت فرصه ان هضرنا على مسائل واحدة اخرى بالنسبه للمضافر لا اونيفو ديال التكوين ولا اونيفو ديال يعني احداث يعني برامج باش نقدروا ناهلوهم للمشروع الكبير ديال عين الشباب اللي غادي نساهموا به باش غادي نوجدهم انهم ينتقلوا بواحد الانتقال سلس لانجاح المشروع ديال عين الشباب. طبعا هذا ماشي كان هو يعني الموضوع الوحيد بما ان التجمع المهني كيضم يعني صناعه الاحذيه والماروكينري والناس ديال لابيمون. دونك كانت واحد الحوار مستفيض حول السياسه الاستراتيجيه اللي كنا يعني نخدموا فيها خاصه ان كنعتمدوا اليوم على واحد يعني واحد التشاركيه مع اليونيفرسيتي ديال محمد بن عبد الله في اطار يعني البحث العلمي. وهذا تصور اللي هو اكد سعاده رئيس الجماعه السي القالي انه غادي نخاط فيه وانه غادي يقدم يد المساعده باش يسهل يعني العمل ديال هذا التجمع المهني وانه يعني يكون واحد السياسه تقاربية تشاركيه معاه في اطار انه ينجح العمليه باش نقدروا نرجعوا يعني القطاع يعني الاشعاع ديالو يكون كيساهم في اطار يعني انه يكون رافعه من رافعات يعني الاقتصاد الجهوي خاصة مدينة فاس. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إدريسي رئيس جمعية مضافر جهة فاس مكناس. يوم السبت 4 جانفي تم اللقاء مع السيد العمدة بمقر الجماعة بحضور بعض النواب ومجموعة ديال المتدخلين في هذا القطاع ديال الجيل. الموضوع ديال اللقاء كان حول سوق الجيل نظرا
غياب السلع عن سوق الجلد والأسباب الدافعة لغياب هذا السلع ولا عدم دخول السلع لسوق الجلد. يعني تيتم البيع، كان فيها بعض الأمور أنه تيتم البيع خارج سوق الجلد، وحنا بطبيعة الحال كنبغى نستنكروا هذه القضية ديال أنه يكونوا عدة أسواق أو عدة أماكن اللي تتباع فيها الجلد. يعني ان السوق بالنسبه لنا حنا كدبغة تيحدد لنا السومه وتيخلي لك انك تاخذ العدد اللي انت محتاجه، يعني هو اللي تتاخذ منه كل شهر، ما تاخذش اكثر وانت محتاج واحد العدد معين. غير اللي كاين هو ان عندنا حتى حنا كدبغة واحد عده امور، من بينها كاين لي سيرتيفيكاسيون اللي جايين دابا اللي غيوليو دباغا ملزمين انهم يجيبوهم الا بغاو يستمروا ولا بغاو يديروا ليكسبور. يعني باش تصدر خصك دير واحد العدد ديال المواصفات، هاد المواصفات يعني خصها تكون شامله بما فيها حتى سوق الجلد، كيفاش السلعه دايره وكيفاش داير السوق في بنفسه، خصو يكون هو براسو سيرتيفي. السيد العمده مشكور طمأنا على انه كاين يعني مجزره غتكون بمواصفات يعني عالميه وسيرتيفي، يعني هذا هو المهم. ان شاء الله في القريب العاجل غتصوب، يعني غيكون فاس عنده واحد المجزره نموذجيه. وفي هذا اللقاء بعد يعني تدخل ديال جميع الاطراف وابداء الاراء، تم تشكيل لجنه اللي غتسهر على هاد السوق وعلى كيفاش نوليو نردو له الاعتبار وكيفاش نضربو بيد يعني من حديد على الناس اللي تيمارسو يعني التجارة والبيع والوساطة بطرق غير قانونية في هادشي ديال الجلد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مراد ناجي صاحب بغا فاس، بغا تجي تبيع في فاس للسلعة في الجلود غدا. حنا نديرو هاد اللقاء هذا، بدنا واحد اللقاء مع سعادة العمدة في الإطار واحد المشاكل ديال السيد السوق والمشاكل اللي يعاني منها القطاع في الفاس، خاصة كانت فاس عطتنا فرصة مع سعادة العمدة على أننا تطرقنا لهاد المشاكل ديال السيد السوق وباش نجبرو نبع الحلول في القطاع. حنا مع سعادة العمدة على الإكراهات اللي كتواجه لنا القطاع، خاصة فيما يخص الإكراهات اللي كتفرض علينا الدول الأوروبية فيما يخص شهادة ديال ال دبليو جي. هي شهادة رجعت رسمية، يعني شهادة ضرورية لكي يتم استلام الجلود في الخارج، وهذه الشهادة كتطلب منا واحد المجهود كبير على سواء على الصعيد الدباغة من ولا على صعيد الدولة أو الجماعة فيما يخص البيئة والجيدة، لأن المضارير المريض يحافظوا على البيئة ويساهموا في الثقافة الجديدة وعدم التلوث. ولهذا طرحنا بعض المشاكل لسعادة العمدة والمكتب اللي كان معاه، وفعلا لقينا على ان عندنا قناة صافية والله يجازيه بخير، هو ومنا الناس وهذا بفضل كريستير اللي كانت معنا في الجمع هي وبعض الجمعيات، وجبرنا بعض الحلول وخدينا وعد مع سعادة العمدة لان غيساعدنا في جميع المشاكل اللي كانت تزعقنا خاصة المسائل الإدارية ولا أي مشكل يخص باش نعطيو هاد الشهادة، لأننا نعطي صنعة لصناعة الجلود في المغرب خاصة في مدينة فاس التي تعترف بأن مدينة خاصة الدباغة من دور حصن قديم ودور سليم قديمة. وكنشكر جميع المهنيين اللي حضروا معنا الاجتماع واللي غناو الاجتماع بالآراء ديالهم اللي كانت فعالة، وفعلا كل واحد حط رأي ديالو وخلص الاجتماع في التالي على أنه غادي نديرو واحد اللجنة خاصة للناس ديال القطاع والناس الجامعة